النميمة من أسباب عذاب القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فعلى المسلم أن يحذر منها. والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم، المطلوب الإصلاح بين الناس، وهذا يفسد بين الناس. وقد قيل إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. فالنمام قد يثير الحرب بين الناس، وقد يورث العداوة والبغضاء بينهم، وقد يسبب القتل بسبب النميمة والكلام الذي ينقله بين الناس، فهو شر وخطير. ولهذا جاء في الحديث: لا يدخل الجنة نمام.